أخواتك الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما ما كناش نوصلوا لهذا الشيء وكنا نكونوا صافي كملنا كل واحد لأن السيد الرئيس ربما يوفى قرأ قراءة أخرى. حنا الوقفة ديال السيد الرئيس جات كالتماس من المجلس ومن السلطة ورا في اللافتة هذا الشهد اللي الضغط على المركز ديالو تسمى الفلاحي وعلى الحوض المائي ماشي بان ماشي جايين باش انتم غادي تصوبوا لان يتطلب اموال باهظه وانتم ما عندكمش قلنا باش تضغطوا كنتم الرسول ديالنا والواقع يفرض ذلك انتم الرسول انتم الممثلين ديال السفينه وهذا الممثل والسيد الرئيس دائره ممثل ديال صاحب الجلاله ممثل السيد العامل باش تكونوا الرسول ديالنا انتم هما الفرد ديالنا اللي عندنا المسؤوليه حنا ملي تبنينا كحزب استقلال هذا داخل في اطار التحفيظ لان الناس كانوا بغاو قال لك نمشيو للقياده ولا لعملنا قلنا اليوم حنا لا لان العام خاصو نوصلوا الخبار باش يعاوننا باش غنمشيو نحتجوا عليه ولا نمشيو للقياده حنا لا الرئاسه ولا المجلس هو ديالنا هو اللي تيمثلنا هو اللي غادي يلوم لنا هو اللي هذا رسميتنا وهذا الشيء اللي خلانا نديرو ولكن مع كامل الاسف تفاجئ دخلنا الاجتماع والمنهجيات تقتضي الرئيس ولا رئيس الجلسة يستمع المتضررين وفي الاخر يقول تخريجة ديال داكشي كامل يرد باش الناس تقتنع فإذا به النحش ديال راه فلاش أما حنا اللي نختاروا من بيناتنا وحنا اللي نكونوا متطوعين وهذا ما أثار ربما غضبي وربما قريتها بأن من بعد وراها شي نية أخرى على أين سيد الرئيس؟ ماشي ما كاينش نية أنا تنقول لك أنا قلتي لأن واحد المحضر قلتيها خرجتي شتي أن المنطق العام يقتضي وربما الهروب إلى أقصى ولا حتى نشوف هذيك دائرة ديال واحد مستشار معين وراه قلتي ليه أنت ممثل ديال السكن أنا كرئيس إذا بغيت نخرج لواحد البلاصة تنستدعي هذاك المستشار باش يكون حاضر معايا باش ما نكونش تنتحدى ولا تنتجاوزو ولا تنحاول نبعدو على السفينة وربما حنايا السير داد فافوران راه وصل ما عرف فين مع ناس جاو تيشتغلو بلا ما يجيو عن طريق الجماعة بلا ما يتشاوروا وصنعوا معرفين لأنهم كيعتبروا تحدي وأنا السير وردي يقدر يعتبروا تحدي من السير رئيس الجماعة يجي الدائرة ديالو وما يكونش في راسو يقول لي شي نشوف واش طالع عندكم تما ولا أنا جاي باش نهضروا مع الناس وكذا ما كانش هذه المسألة وهذا هو اللي خلق أزمة الدرجة الأولى يعني تولي هذاك الخروج وذاك المعاينة معاينة عندها أبعاد أخرى أش قلنا الشق الثاني ربما تتقول لك الشريف انا السيد الرئيس والسيد رئيس الدائره انتم تكونوا منطقيين وموضوعين بعاد على السياسه ولا المزايدات انا اخترت مثل هذاك اختار دار عربيه انا اخترت نجي نحتج نهار تيديروا ديك العرض حتى واحد من الناس ما قال لهمش ما تسليوش لان ديك المنهجيه ديال العمل هذوك الناس اللي جابوا لنا العريضه هي الحل حنا تنشوفوا الاحتجاج هو الحل حتى واحد ما عرفنا ولكن باش ملي تكون في السوق ولا يجي في الدار واحد يقول لك او شدوا ماسكايا راه غير هيك العزبه لنا راه هذيك راه السياسه حنا انا تنقول لك وتقليد الله على هاد الناس هادو ملي يخرجوا من هنا كل واحد يرجع للقواعد ديالو ويختار ليبا ديال بطاء الرئيس يقول لي بغا شي واحد ولكن حنا ما خصناش نتفاهموا الا بالشياطين راه فعلا كاين اقسم بالله الا كاين الشياطين هو نجيب لك الاسماء ويجيو يديو لي بان ما غاديش الناس ما تمشيوش انا لا تقع لها وكما تقول ما تنهضرش من فراغ كاين معطيات انا تنقول وراه تذهب وانا تنقول هذا اللي قال لي ما تمشيش ضمن راه تيقول لي خلي ولاد كيموتوا بالعكس اودي حنا راه درنا عارضه انتم سيروا غوتوا ها العارضه ديالنا ها انتم غادي تغوتوا غادي تحلوا داك المشكل مزيان السيد الرئيس قلتي السيد الرئيس قلتي جابوا نيبلو ساحل داخل عليك بالله هذاك نسميه في العربيه دار الرماد في العلم هذاك جابوا لي بلوز اللي يحطوا لك طرف في الجناب وقلنا راه ساوينا الواد هذا اللي تسمى هذا الرماد بوكلان وتيجبدوا التراب ويديروا واش هذاك التراب غادي يحبس الماء في نظر بيتا حنا بغينا ما بقاش نضيعوا الاموال ربما هادو خسروا الفلوس شحال ملي جاو تيبيعوا حتى تيحيدوا داك الشر والمواطنين في دار تيغفلوهم ولا تيضحكوا عليهم انا هذاك الواد وبناء على ما يجي الماء اللي تيبقى كاع في المغرب خاص دير دراسه تقنيه فعلا واقعيه وتستجيب الواقع ديال داك الواد والسيل اللي تيجي ديالنا ويتبناه
راه على امثله بلا ما دار لينا في قطعه شاد كان نكون اناني دار نفس الواد ولا ربما لا اعظم منه ودار تبنى بالحجر تعلى عن هذا الما يقارب جوج متر من الجناب اقسم بالله الى عشرات السنوات ما عمر ما فضلني ولا تبقى شي واحد وقبل ما يتبنى اقسم بالله واحد الليله مشاش وغدا مسافر غادي لهم الماء فادا وكلشي اللي قلت راه ماسك اقسم بالله كلشي الحاله تقول ما تسكنش معاه اذا احنا هادشي الا جينا ما جيناش في الجامعه الجماعة جينا نقول لها عافاك تبيدوك الناس باش يفكوا داك المشكل حنا الجماعة بغيناها ملي وقع اللي وقع دير دورة استثنائية ومستعجلة وتستعير حوض الميادة هو اللي أساسي المنطقي الآن السيد رئيس الدار قال لك استدعيوه كنا نتمنى تكون دورة استثنائية ونجيو الحوض المائي وهذا النهار ندير لكم هذا اللي وقع عندنا وهذوك التصاور اللي توري توري ولادك شوف هاد الناس راه النهار اللي سلكوه والدورة والدار محضر ويوقع عليه المجلس وهذيك الوقت تنعكلهم بالوثائق ويتحملهم مسؤوليتهم غدا غادي نمشي عندو ما نجيش الجامعة غادي نمشي للحوض المائي نعود نجيب فيكم ونتي الناس الحوض المائي لأن الجامعة دارت معاكم دارت الدورة وحضرتكم ووقعتو ودفقتو ما درتو والو هنا هذا هو هادشي السيد الرئيس اللي دابا باش ما نطولوش أنا غير واحد غادي نقول لك حنا راه أقسم بالله لا نحارب واحد ردي اليوم كاينة البراءة وكاين الصدق في هذه المساله الناس داروا عريضه حنا درنا مسيره حنا درنا وقفه هذوك داروا عريضه العريضه راه وصلتكم بين يديكم حتى الوقفه ديالو المسيره اللي وصلت معها بين يديكم والدليل انا اقسم بالله على اخر هرم راه معروف راه صديق اللسان شد الميكرو باش يهضر قلت له عندك في عين لا 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 السيد رئيس دائرة السيد العامل
المناشدة ديالنا نناشد جميع المسؤولين من المجلس ومن السيد رئيس ديالهم العمالة باش يدخلوا لصالح هاد الأهلية، لأن حنا غادي ننتهيو. الكارثة زائلة، السيد رئيس اليوم رئيس غدا ما تبقاش، السيد رئيس اليوم رئيس غدا غادي يمشي لجهة أخرى، السيد عامر غدا، ولكن باش يبقى هي الغرضة تجي ويفلتوا الناس. غادي يقول الله يرحم الوالدين، ولكن الا شي واحد تيقولوا ما نسمعوش الدوق الناس ما قالنا والو، هذا الشيء هو هذا هو التاريخ وهذه هي البصمه، ومره اخرى تنخدم دائما بقوله تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صلى الله عليه وسلم.